السلام عليكم، مسابيع خيطة وبداع مع وفاء. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة ان شاء الله. في الفيديو ديال اليوم غادي نصاوب معكم موديل اللي كنحتاجوه بزاف هاد الصيف. هنايا عندي التوابات ديال الكيلو، خديتهم غير طروفة هكا، وانتوما خدو متر ونص ديال التوب، كافيكم باش تصاوبو هاد الموديل هذا. هنايا غادي ناخد هاد القطعة، غادي نتني هكا على اثنان، وغادي نفصل القطعة ديال الامام، ومن بعد غادي نفصل القطعة ديال الخلف. بالنسبه للتوب، التوب ديال ساتان، وانتم كتاخدوا اي توب بغيتو. غادي ندخل ب 8 سنتيم، وانا فين طراسه 8 سنتيم غادي نهبط ب 10 سنتيم. وانا درت العرض ديال الصدر 24 سنتيم مع سنتيم ديال الخياطه 25 سنتيم، وغادي نطراسي هكا الدوره ديال هكا بحال الدوره ديال التركيز. وبالنسبه للبنات اللي كانوا هكا عامرين شي شويه، هبطوا 12 سنتيم ولا 13 سنتيم باش ما تجيكمش هكا في الدوره ديال التركيز مزيره بزاف. وغادي يجي لينا القطعه ديال الامام، هبطوا 12 سنتيم بحال هكا، غادي نطراسيهم. وغادي نجي هاد النقطه دي، غادي نحط الطول. في الطول درت 55 سنتيم مع سنتيم ديال الخياطه 56 سنتيم، وفي العرض درت 26 سنتيم. غادي نطراسي هكا بخط من النقطة ديال التركيز للنقطة ديال الطول، صافي. وغادي نفصل، صافي. من بعد ما فصلتها كيجي الشكل ديالها بحال هكا في الدورة ديال العنق. وغادي ناخد هاد القطعة هادي، غادي نتني غير القياس اللي غادي نفصل منو القطعة ديال الخلف بحال هكا على اثنان. وغادي ناخد هاد القطعة ديال الامام، غادي نحطها بحال هكا، وغادي نفصل بلا ما نعود القياسات من الاول. ولا الا بغيتو فصلوا القطع بجوج بيهم، ومن بعد ديروا التعديلات على القطعة ديال الخلف. انا هنا فصلت القطعة ديال الامام بوحدها والقطعة ديال الخلف بوحدها، وانتم الا جاتكم هكا الفصالة معاودة فصلوا في القطع بجوج بيهم، في الاخر ديروا التعديلات على القطعة ديال الخلف. هنايا في القطعه ديال الخلف غادي نحيدوها بحال هكا، غادي نفصلوها، كتجينا غير بحال هكا صافي. وغادي ندوزو نفصلو هكا السميطات اللي غايجيونا في على الكتف. غادي نتني هكا القطعه على اثنان، وفي العرض هاد الشارد هذا درت 4 سنتيم، وفي الطول درت هكا غير شارد طويل حتى نبغي نخيط. وغادي ندير القياس اللي غادي نحتاج. هنا غادي نفصل واحد القطعه في العرض ديالها 6 سنتيم باش ندير هكا بها واحد الكشكشه في الصدر بلا ما نستعملو الدونطيل، ولا ما بغيتوش كتستعملو الدونطيل. هنا درت في العرض ديالها 6 سنتيم صافي. وغادي ناخد هاد القطعه هادي، غادي نتني هكا على اثنان، وغادي نتني على 4 بحال هكا بهذا الشكل هذا. غادي نتنيها، عندي متنية على اثنان، وغادي نتني هكا على 4. صافي. وغادي ندوزو نحطو القياسات، غادي نهبط ب 3 سنتيم اللي غادي نحتاجوها في القطعة ديال الأمام بحال هكا، غادي نطراسيها. وغادي نهبط ب 5 سنتيم ديال اللاستيك، حيت غادي نستعمل غير لاستيك هكا رقيق. هنا غادي نطلع بواحد 2 سنتيم من هاد النقطه هادي، غادي ناخد الطول ديال المايه. وانا في العرض ديال الحزام درت 24 سنتيم. وبس بالطول ديال الحد 27 سنتيم، وفي العرض ديال الحد درت 25 سنتيم مع سنتيم ديال الخياطه 26 سنتيم. ومن هاد النقطة هادي غادي نخرج ب 8 سنتيم، من بعد غادي نديرو التعديلات في القطعة ديال الأمام، وغادي نطلع ب 8 سنتيم صافي. غادي نطراسي هكا الدورة ديال الحلق. ودرت في الطول 40 سنتيم، وفي العرض هنايا كنت درت 27 سنتيم، وجاتني هكا شويه عريضه ورجعت نقصت فيها، درت غير 23 سنتيم حتى خيطتها، عاد رجع نقصت فيها حتى جا شويه عريض.
صافي وغادي نفصل. وغادي نحل التوب بحال هكا، وغادي نديرو التعديلات في القطعة ديال الأمام. في القطعة ديال الأمام غادي نخرج بسبعة سنتيم، وغادي نطلع بسبعة، غادي نطلع هنايا بسبعة سنتيم، وغادي نطراسي هكا الدورة ديال الحيط. غادي نقص هنايا واحد جوج سنتيم هكا حتى لتحت، وهنايا غادي نطراسي هكا 3 سنتيم. غادي نحيدوها في القطعة ديال الأمام بحال هكا، غير في القطعة ديال الأمام صافي. وغادي ندوزو الخياطة. أول حاجة غادي ناخد هاد الشريط اللي درت في العرض ديالو 6 سنتيم، غادي ندير العطفة من واحد الجهة، وغادي نديرها هكا غير باليد صغار. بعد ما سيرتها كيجي الشكل ديالها بحال هكا صافي. غادي نخيطوها هكا على القطعة ديال الأمام بحال هكا، غادي نخيطوها بعد سنتيم. بحال هكا كيجي الشكل ديالها. وغادي ناخد واحد التيشيرت في العرض ديالو 3 سنتيم، وغادي نفيني بها هكا الدور ديال العنق بحال هكا. غادي نخيطو من الداخل، فاش نبغي نفيني غادي نفينيه على الوجه، حتى الا جانا شي ديفو يجي من الداخل ما يجيش على الوجه. بحال هكا غادي نتني سنتيم من الداخل، وغادي نعاود نتني سنتيم المره الثانيه، وكيجينا بحال هكا على الوجه. وغادي نخيطو على الحرف ديال التوب بحال هكا، كتني سنتيم وتعاودو تني سنتيم المره الثانيه. بحال هكا كتجينا صافي. غادي ناخدو القطعة ديال الخلف، وغادي نديرو هكا الوجه عند الوجه، وغادي نخيطو من الدورة ديال التركيز بحال هكا.
صافي، من بعد ما جمعنا البياسة غادي نفيني القطعة ديال الخلف. هنا اللي جاتكم القطعة ديال الخلف هكا شوية مرخوفة شوية عريضة، كديروا لها الخيط المطاطي ديك غير لاستيك الرقيق. هنا غادي ناخد واحد الشريط غادي نخيطوه هكا من الداخل. فاش نبغي نفيني غادي نفيني على الوجه. صافي، من بعد ما خيطنا هاد الشريط غادي نفيني هكا للداخل على الوجه عفوا بحال هكا. غادي نتني سنتيم وغادي نتني سنتيم المرة التانية. هاد الشريط كنديرو في العرض ديالو 3 سنتيم. صافي، بعد ما سايتو بالخيطه كيجي الشكل ديالو بحال هكا. دابا غادي نفينو هكا الدوره ديال التركيز. غادي ناخد هذا الشريط هذا اللي غنديرو به السميطات بحال هكا. هنايا كنخليو هكا 1 سنتيم مفوت. فاش نبغيو نفينو هذا الشريط هذا كنفينو هذا سنتيم بحال هكا. غادي نخيطوه على الوجه، ومن بعد فاش نبغيو نفينو غادي نفينو هذا الداخل. بحال هكا غادي نقلبها للداخل، غادي نفينيو من هاد الجهة، غادي نتنيو سنتيم وغادي نتنيو سنتيم المرة التانية، وكيجينا بحال هكا على الوجه. صافي، وغادي نخيط هكا على الحف ديال التوب. بحال هكا هاد السنتيم كنتنيوها للداخل بحال هكا. صافي، وكنفينيو باش كتجينا هكا في الدورة ديال التركيز انفينيا مع القطعة ديال الخلف. بحال هكا كتجينا مفينيا. صافي، وغادي نخيط هاد الشريط هذا. غادي نتني سنتيم من الجوانب وغادي نخيطه. بحال هكا كيجي هاد الشريط غير رقيق. صافي، وغادي ندوزو نخيطو هاد الشريط هذا مع القطعة ديال الخيط. كنجيو من هنا من الخياطة ديال الدورة ديال التركيز وكندخلو ب10 سنتيم بحال هكا. صافي، وكتراسيو ديك 10 سنتيم بحال هكا. غادي نتراسيها وهاد السمطة هادي تنتها هكا على 2 ودرت 20 سنتيم وكنزيد سنتيم ديال الخياطة. نتوما كديرو هكا السمطة اللي غتجيكم مناسبة هكا على الكتف ديالكم. غادي نتنيها بحال هكا 1 سنتيم من الداخل وغادي نفينيها. وبنفس الطريقة غادي نصاوب الجهة التانية. بحال هكا كتجي. صافي، هنايا غادي ندير العطفة. هنايا غادي نتني غير القياس هكا ديال السورجي، غير العطفة هكا غير رقيقة كتجينا. صافي، هو غادي ندوزو خيطو شوط بحال هكا. غادي نخيط القطعة ديال الأمام ومن بعد غادي نخيط القطعة ديال الخلف. صافي، غادي ناخد هكا القطعة ديال الأمام مع القطعة ديال الخلف وغادي ندير هكا الخياطة مع الخياطة بحال هكا. وغادي نخيط النص الأول ومن بعد غادي نخيط النص الثاني.
باش كتجينا هكا الخياطة مقادة، ما كتجينش جهة طالعة وجهة هابطة. صافي، من بعد ما سالتو بالخياطة غادي نجي لهنا للحزام، غادي نتني هكا 1 سنتيم بحال هكا، وغادي نتني هاد 50 سنتيم اللي زدتها في القياس ديال الطول، وغادي نخيطها. صافي، من بعد ما سالت بالخياطه انا كنخلي واحد الفتحه اللي غادي نديرو منها لاستيك، هنايا غادي نستعمل غير هاد لاستيك هذا رقيق. صافي، وغادي نخشيوه من هاد الفتحه هذه بحال هكا في الدوره ديال الحزام كامله، وكديروا لاستيك القياس اللي غيجيكم مناسب هكا في الحزام. صافي، هنايا من بعد ما خشيتو في الدوره ديال الحزام كامله، غادي ندير هكا قطعه على قطعه وغادي نخيطها. ومن بعد كنخيطوا هاد الفتحه هادي بحال هكا. صافي، وغادي نخيط هكا الدوره ديال الرجل بحال هكا، غادي نتني 1 سنتيم ديال العطفه، ونرجعوا نشوفوا الشكل النهائي باش ما نطولش عليكم في الفيديو بزاف. وكان هذا هو الشكل النهائي، كيجي الشكل ديالهم بحال هكا. بحال هكا كتجي هاد الكشكشه في الدوره ديال العنق بلا ما ديروا الدونطي، ولا بغيتوا ديروا الدونطي كيبقى الاختيار ليكم. وكنا بلا تداول الفيديو ديال اليوم، كنتمنى يكون الاعجاب ديالكم، استفدتوا فيه ما تنساوش تشاركوا في القناه باش يوصلكم كل جديد، شاركوا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم، وتخليوا لي الجيم والتعليق كي جاكم الموضوع. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم.